السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله عايز أعمل معاكم بسارية، هنعملها بطريقة الرز والجمبري، طريقة سهلة وبسيطة. أول حاجة إحنا جبنا البسارية، هي طويلة زي ما أنتم شايفين، كبيرة البسارية دي، عشق طمايطة بيحبوها الناس كلها بتحبها. ان شاء الله النهارده هوريكم ازاي بننظفها، ماما اللي هتنظفها معاكم مش انا، وهننظفها مع بعض وهنطبخها. رز وجمبري وكمان هنملح منها. ماما نظفي كده لو سمحتي. بطريقة سهلة احنا بنمسكها من فوق من عند الدماغ وبنشيلها. وهي طازة بتشتغل اسهل، ولو هي في الحالتين يعني سهلة إن شاء الله يعني. طريقة سهلة وجميلة، أما بتتملح يا جماعة بتبقى حلوة أوي أوي أوي. احلى والله من الجرة. وبعد ما بنفصصها بنغسلها برضو ولا لا؟ هي بتتغسل، لازم تتغسل. قبل وبعد، بنغسلها قبل وبعد. بنشيل الحاجات دي كده، دي كده بتترمى كده. جربوها يا جماعة بالطريقتين اللي احنا هنعملها، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تبقى يعني هتحبوها وتعملوها. احنا بنملحها بتبقى يعني جميلة جدا جدا جدا. نشيلها كده، نشيل منها العظم والدماغ، وهنفصصها كلها وهنرجع لكم بعد كده. وده يكون شكله بعد ما نظفناه معاكم وغسلناه. ان شاء الله الوقت اللي حابه تقول هملحهم معاكم، وتاني يوم يتاكل منه على طول. معانا ملح حسب الرغبة يعني، يعني. الملح انتوا بتحبوه حادق بتحبوه كده، بس ما تكتروش الملح قوي علشان ما يبقاش حادق حادق. المفروض بتحط عليه زيت زيتون، بس احنا مش عندنا زيت زيتون، هنحط زيت عادي. حوالي ايه 3 معالق زيت كده. ايوه، وكده بتوطوه وبتبيتوه لتاني يوم، برضه هنوريه لكم لتاني يوم ان شاء الله. كده شوفوا، اتحط عليه ملح وزيت بس. وجربوه وقولنا رأيكم ايه، ان شاء الله يعجبكم. احنا تاني يوم ان شاء الله هنوريه لكم. وبعد ليلة تشكلوا معانا زي ما بقول لكم، تاكلوه تاني يوم عادي. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم، وان شاء الله الفيديو اللي بعده هعمله لكم ازاي نعمل البسارية دي بعد ما اتنضفت على رز. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.